فأهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع. احنا الآن يا جماعة في موسكو 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 وبندور على الريد سكوير، الساحة الحمراء اللي بسموها بالروسي كراسنيا بلوشن. مش عارفها، مش لاقيها. اوه، انا بالغلط يا جماعة، وصلت على موسكو انتاريو. نعم، في انتاريو في مدينة اسمها موسكو. هذه المدينة هي مش مدينة، هي جزء من قرية أو قرية صغيرة بسموها ستون تاون تاون، وجزء منها اسمه موسكو. حكي لكم قصة هاي المدينة. كان الاسم الأصلي تبعها هافنمان، هذا الاسم الأصلي تبعها. سنة 1800، هذا شايفينها 1854 غيروا اسمها لسبرينغفيلد، اوكي؟ بس للاسف سبرينغفيلد في مدينه ثانيه، فصار في مشكله في البوست في البريد، فنقلوا غيروا الاسم الى موسكو سنه 1855، يعني بعد سنه تقريبا، ما طول كثير هذاك الاسم الثاني. موسكو من 1855 هاي المكان. ليش سموها موسكو؟ عشان تيمنا بفوز أو خسارة نابليون باحتلاله لمدينة موسكو اللي هي العاصمة الروسية أيامها سنة 1815. موسكو العاصمة عدد سكانها بتجاوز 15 مليون نسمة الآن، لكن عدد موسكو أنتاريو، ما تنصدموا يا جماعة، عدد سكانها 65 شخص حسب الإحصائيات. 65 شخص، يعني يمكن أصغر قرية بدخلها، لا، في قرية دخلتها في نوفا سكوشيا عدد سكانها 4 بالشتاء و800 كنه بالصيف. المهم 65 شخص بعيشوا في هاي القرية. يعني أنا مشيت من أولها غاد ورجيت كل أول، وهي آخر القرية غاد البيت هذاك شايفينه. هم يمكن 10-15 بيت عايشين جنب بعض. مدينة صغيرة هيك جميلة. خلينا نشوف الناس شو بتعلق. جمال رفاعي بقول يا هلا يا دكتور، حيا بيك وحياك الله، شرفتنا جميع الشباب اللي موجودين. حبينا هذا كنه ستور أو إشي. هاي هيكد شايفين تنتهي. هون في بيتين وبنته. هاي آدم غاد بيلعب مع الكات، وهذه هي موسكو. فإن شاء الله بتكونوا استمتعتوا. تابعونا هلا، رايحين على مدينة ثانية. ضلكوا معنا، اعملوا سبسكرايب للقناة ولايك، وطبعا اعملوا شير، وإن شاء الله بنشوفكم في الحلقات القادمة. وسلام. هاي في بوست يا جماعة، اللي بحكي لك مش مخدومة، لا كله موجود.